مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله يكون معانا فقرات حلوة جدا وإن شاء الله برضو تستمتعوا بيها. بس في البداية أسلم على عمر. زكا نورة. زكا عمر. عاملة إيه؟ عاملة إيه يا عم؟ هنتخانق في فقرة اللي في النص يا نورة. إن شاء الله بإذن الله. الوسطى صحيح. قبل الفقرة الوسطى عندنا في الآخر. احنا خلينا بقى نبدأ من الآخر. احنا جايبين لكم النهاردة كده مفاجأة مصرية على مش مصرية كده. شفنا فيديو انتشر من فترة على السوشيال ميديا الفيسبوك وغيره عن مدربة لايف كوتش ومدربة كمان لياقة اسمها أنيا متفالي. بس أنا لما هقول لكم هي عملت إيه أنتوا تعرفوها على طول. اللي بتاعت أنت هلطانة، أنت اللي بتاكلي كتير مش بتفكري، أنت هلطانة. هي دي بقى هتكون معانا الفقرة الأخيرة. استنونا ونعمل شوية يوجا كده. احاول اهدى يا عم. طيب اما ان شاء الله فقرتنا اللي جايه هنتكلم او زي ما قال عمر كده يمكن نتخانق شويه عن دراسه امريكيه جديده. بتقول بقى ايه الدراسه دي؟ بتقول انه غسيل المواعين بيهدي الاعصاب وبيخلي الحاله النفسيه كده رايقه وحلوه. فهل انتم متفقين ولا مختلفين؟ ويا ترى الوضع هيتغير في البيوت بعد الدراسه دي؟ هنعرف تفاصيل اكتر عنها في فقرتنا اللي جايه. صحيح، يمكن زي ما انت قلت الموضوع ده هنتخانق فيه كتير وربنا يكرم يعني ويوفقنا كرجاله ان احنا ننتصر باذن الله. على فكره احنا في كل الحالتين منتصرين، بس خلينا كده الفقره هنتكلم كتير. يمكن لو اتكلمنا بقى دلوقتي، طبعا الكينج كلنا بنحب الكينج محمد منير وبنستنى حفلاته، بس الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والاجراءات الاحترازيه ظهر لنا مفهوم الحفلات الاونلاين. منير عمل لنا حفله من بيته. الأهم من إن إحنا نسمع صوته ونعيش الحالة الجميلة اللي بيعيشنا فيها منير إننا نطمن عليه، لأنه كان مر بعملية جراحية فكنا عايزين نطمن عليه. كمان لم أصوات أو جمع أصوات من الأصوات الجميلة والنادية اللي خرج بيهم علينا وطل بيهم من خلال حفلته على جمهوره. فإحنا استمتعنا جدا بالحفلة أونلاين. بس منير نفسه هو كل حاجة في منير حلو بصراحة. ده حقيقي، يعني هو حالة، هو حالة مختلفة وحالة لوحدها وبيفضل دايما في مكان لوحده. قبل بقى ما نتكلم عن تفاصيل الحفلة دي خلونا نروح نشوف جزء صغير منها ونرجع نكمل كلام. طبعا من خلال الحفلة اللي عملها الكينج في بيته شفنا إطلالة لدينا الوديدي ونورانا أبو طالب وكمان زيزو. شفنا مشاركة لأول مرة من الملحن وعازف الجيتار سامر جورج. كانت أجواء لطيفة جدا. ومنير الحقيقة من خلال حفلته سواء في الأول أو في الآخر اتكلم مع جمهوره من قلبه ببساطة. اتكلم عن الدوائر اللي بتجمعنا كلنا، اتكلم عن اللمة والحاجة القعدة الحلوة. وطمننا عليه في آخر بعد ما خلص خالص، طلب من حد إنه يسنده بس شوية كده، قال يا جماعة أنا في طريقي للشفا، وطلب من حد إنه يسنده ووقف على رجله قدامنا. وشفنا منير وطمننا عليه. يعني ربنا يخليك لينا يا كينج وما يحرمنا من صوتك ومن أغانيك ولا الجو اللي انت بتعمله. ده حقيقي. ويمكن الحفلة دي كان ليها طابع مختلف كده، يعني الحفلة اصلا كانت من بيت الكينج محمد منير وتحسوا ان احنا فعلا كنا قاعدين معاه في البيت. هو مش يعني مش حفلة بالمفهوم بتاعها وستيج واغاني لا، احنا قاعدين كده في قعدة ونس، قعدة صفا، ومنير قاعد بيدندن لنا وحقيقي بيغني فعلا من كل احساسه، ودايما بنتأثر معاه بكل اغنية بيغنيها. حتى هو كمان يمكن اتأثر كالعادة في اغنية حدوتة مصرية اللي دايما بيقولها من جوه قلبه. صحيح، الحفلة كان احساسها جميل. طبعا عمرها ما هتعوضنا عن الحفلات بشكل مباشر. طبعا لما كنتوا بتشوفوا حفلات منير بتشوفوا الاقبال عليها قد ايه. منير اصلا مجرد لما يمشي في الشارع بس تشوفوا الناس بتيجي بتندفع عليه كتير. ويمكن انا كان ليا مره لقاء ليه، كنت كان في افتتاح نادي الزمالك في مره، وطبعا زملكاوي والناس كلها عارفه كده، شفته هناك. عايز اقول لك الناس سابت الافتتاح وبتجري ورا منير. منير يا جماعه، منير الكينج. طيب زي ما قلنا لكم كده انه الحفله دي كان بيشاركوا فيها نجوم شباب زي نوران ابو طالب ودينا الوديدي. طبعا نوران ابو طالب كانت ضيفتنا هنا من ورانا في انبوكس وحقيقي متعتنا بصوتها، وهي دلوقتي معانا على التليفون عشان تقول لنا تفاصيل اكتر عن الحفله. يا نوران. ايوه ازيك يا نوران. اهلا بيكي. ممكن اقول لك ازيك يا نوران؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو، يا رب انتوا كمان تكونوا بخير. وشكرا على الكلام الحلو. طبعا يعني كينج كل حاجه جميله طالعه منه. اكيد، وانت تستاهلي كلام اكتر من كده يعني.
شكرا ليك قوي. نوران يمكن انت برضو يعني من قبل موضوع الحفله وانت عامله كده حاله على السوشيال ميديا بالاغاني اللي انت بتغنيها، ويمكن كان برضو واحده منهم اللي سمعت قوي مع الناس كانت اغنيه شبابيك، ودلوقتي غنيتيها مع الكينج في حفله. يعني احكي لنا بقى كده الموضوع، التجربه بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ والله يعني التجربه الحقيقيه من غير اي محاولة ان انا اجمل الكلام او ازوده، وهو فعلا كان زي الحلم كده، عارفة الحلم الجميل قوي. يعني طبعا انا عمري ما كنت اتخيل لما جينا نفكر في ان احنا نعمل شبابيك لكل الناس بتحبها، الاغنية اللي مأثرة جدا في جيلنا كمان بالذات واجيال قبل كده، ان ممكن في يوم من الايام اغنيها مع محمد مير. يعني اكيد دي بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي قوي مؤثرة فيا جدا، وباين على صوتك على فكرة. واعتقد في الفيديو كله في الحفله كلها يعني عليا انا ودينا كمان، يعني احنا الاثنين كنا مبسوطين قوي ومتأخرين وفرحانين يعني بالتجربه. وانتوا بصراحه عملتوا حفله حلوه جدا جدا ومختلفه. طيب نوران، انا اولا طبعا انا بشكرك على اللي انتوا بتقدموه، ما هو كل حد في الظروف الصعبه اللي احنا فيها بيقدم اللي يقدر يقدمه من خلال الحاجه اللي بيعرف يعملها، فانتوا قدمتوا لنا حفله جميله جدا وامتعتونا وسليتونا في البيوت، فانا بشكرك الاول. زائد كنت عايز اسال على الكواليس الحفله، يعني بدات ازاي، الفكره جت منين، شفنا كمان يعني نجوم شابه، شفنا دينا الوديدي، شفنا زيزو، شفنا سامر جورج كمان لاول مره، يعني التفاصيل، الأجواء، الكواليس. الموضوع جيب إن كان الكينج شاف أغنية شبابيك الفيرجن اللي احنا عاملينها أنا وسامر جورج، وهم وبعدين كان في ميس كونسبشن كده أو أنا مغربية، وبعدين فهو عارف بعد كده أنا مصرية، ويعني طلب من طبعا قائد الفرقة الجميل الفنان الجميل شريف نور إن هو يتواصل معانا وعشان نرن في الحفلة، وكمان في دينا الوديدي طبعا وأحمد أبي عزيز ريزو. الكواليس كانت عبارة عن أن احنا عملنا بروبات مع بعض، وقعدنا كده كموسيقيين كلهم اتجمعوا وجربنا الأغاني، وكمان الكينج يعني هو مثلا خلى لما هو قال لي بتحبي تغني لي ايه تاني، ف قلت له حاجات كتير وبعدين قلت له ممكن، فقررنا بقى نعمل ممكن كمان وكون بشاركه فيها. طب نوران، ايه اللي حسيتيه مميز في منير لما تعاملتي معاه عن قرب، يعني بشكل شخصي كده؟ بصي بجد الحاجة اللي دايما أنا لاحظتها وكل الناس بتتكلم عنها اللي تعاملوا معي عن قرب، هو إن إزاي مش أي مسافات يعني بينه وبين الناس، وكمان مع الموسيقيين ومع هم بيقدر قوي الموسيقى وبيحترمها جدا جدا، وتحسي فعلا إن هو بيجسد فكرة إن هو، تحسي ان هو باند، الموضوع مش بس ان هو شخص واحد متجسس في كل حاجه، لا ده هي منظمه، هو تيم ورك. فاحلى حاجه لاحظتها ان هو مؤمن جدا بالموضوع ده، فريق العمل ان احنا كلنا بنشارك في حاجه، احساس المشاركه ده عالي جدا جدا جدا. طيب انا شفت تقديمة الكينج ليكم، عادة لما اي نجم بيقدم مواهب صغيرة، احنا بالنسبة له كلنا صغيرين بالمناسبة، كان بيقول انتوا اعتبروني مثلا اخوكم ابوكم ابنكم مش مهم، كمان قال جملة يعني انا استقفتني انا شخصيا، قال انتوا هنا بتسندوني. انت حسيتي بايه لما سمعتي كلمة مصدقة؟ يعني طبعا مش مصدقة، يعني مش مصدقة جمال روح، لان هو الحقيقة احنا بناخد بس منه، احنا بنسنده خالص، بالعكس احنا يعني وجود جنبه اصلا لبعض هو احلى حاجة ممكن تحصل. يعني فبالنسبة لنا التجربة دي هي اللي بتعلمنا احنا خبرة كتير قوي
يعني بجد. نوران بصي الصوت ابتدى يروح مننا، فحاولي ايه بس تكملي معانا كده في مكان فيه شبكه. ايوه انت كده سامعاني كده كويس؟ انا سامعاكي كده حلو. انت جبت الشبكه بسرعه جدا. شفتوا بقى؟ نور اجواء الحفله نفسها يمكن كانت مختلفه، احنا ما حسيناش ان هي حفله على قد ما احنا حاسين ان احنا قاعدين في بيت منير وهو بيغني لنا كده، يعني قاعدين في بيت كلنا سوا. هل كنت مبسوطة بالأجواء دي ولا كان نفسك طبعاً إنه يكون الشكل مختلف، حفلة وفيها جمهور؟ طبعا الجمهور وجوده جميل جدا ومهم، بس عارفة يعني طبعا يعني ميزة الأونلاين إن هو بيوصل لعدد كبير قوي من الناس، هو unlimited يعني بيخلي فرصة كبيرة قوي للناس إنها تتفرج، وبتحس بيهم بقى من خلال التفاعل اللي على الإنترنت كده، عكس لما تكوني في مسرح أنت مقيدة بعدد الجمهور وعدد الناس الموجودين. لكن وطبعا زي ما الفينج قال إن دي وجود الدايرة دي، إن إحنا في دايرة، عشان كده بقول لك هو عنده إحساس المشاركة إحساس عادي جدا، دايما بيحب الناس وبيحب التشارك يعني. فلا كنت حاسة كده إن إحنا قاعدين قاعدة في البيت حلوة ودافية، وأظن إن ده وصل للناس، وصل جدا أكتر قوي بالظبط. طب احنا يعني ناس كتير بتعتبر انه منير صوت الجنوب او روح الجنوب يعني الصوت الاصيل، فطمنينا على منير وعلى صحته. يعني اللي انا شايفاه ان هو صحته الحمد لله يعني بتتحسن كل يوم، وطبعا مع ردود الافعال دي ومع الغنى يعني هو اكيد بيتبسط اكتر واكتر يعني طبعا. واكيد بتمنى له، ومش انا بس يعني اكيد كل الناس بتتمنى له ان هو يا رب كده يبقى صحته كويسه جدا دايما، ويفضل يمتعنا بصوته الجميل يا رب. هو مصري 100% يعني. صح. الفيدباك بقى اللي جالك بعد ما خلصتي الحفله وشفتي الدنيا على السوشيال ميديا إيه؟ يعني انا مبسوطه قوي بالفيدباك. طبعا هي حد يغني مع محمد منير مخيفة شوية، لأن جمهور محمد منير يعني بينتقي جدا جدا جدا، وطبعا بيقدر الفن اللي هو قدمه قوي قوي بشكل كبير. ف يعني راح يقف قدام جمهور الكينج دي حاجة مهمة ومخيفة طبعا، بتخوف كبيرة قوي قوي قوي. بس انت قدها يا نوران. شكرا. بس فمبسوطه طبعا الحمد لله بالفيدباك الحلو والمشجع كمان يعني. طب اللي جاي بقى ايه؟ في حاجات تانية مع الكينج ولا في حاجات تانية مع نجوم غناء اخرين ولا ايه؟ طمنينا. يعني هو اللي جاي بالنسبه لي انا في اغاني خاصه ليا، في اغنيه ان شاء الله بتنزل يعني الفتره الجايه على طول، بشتغل عليها حاليا. ويعني مش عايزة تقولي ها؟ حاجة أتمنى يكون طبعا فيها أكيد حاجة مع الكينج طبعا، ده يشرفني أكيد أكيد. هتبقي معانا إن شاء الله قريب بعد بقى أغنيتك تخلص وتنزل كده إن شاء الله، تجي لنا هنا ونغنيها لايف ونحتفل سوا إن شاء الله. أكيد إن شاء الله يا يا نوران، مبسوطين بيكي جدا جدا جدا، ويعني مزيد بقى من الأعمال بصوتك الحلو جدا يا نوره. وشكرا جدا يا عمرو، شكرا قوي. شكرا انك افتكرتي تسلمي عليا بعد ما سلمت على نوره والله. ليديز فيرست ازاي بس؟ ايوه طبعا ليديز فيرست. ميرسي جدا يا نوران. ميرسي، باي باي. ميرسي، شكرا ليك. احلى حاجه بقى قالها منير، قال انا عملت العمليه هنا في مصر، ما رضيتش اخرج بره مصر. هو منير كل حاجه في حاله. صحيح انا معاكي، ده حقيقي. منير يعني يا ربنا يديله يا رب الصحة وطولة العمر، ويفضل دايما كده بيمتعنا بأعماله وبأغانيه أيا كان إيه اللي بيعمله منير، إحنا بنحبه وبنحب نشوفه وبنحب كمان نطمن عليه. فقرتنا دي خلصت بقى، ومن الكينج ومنير لغسيل المواعين بعد الفاصل. هل هو بيحسن الحالة النفسية ولا لا؟ خليكم معايا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والفقرة اللي مستنياها نورة علشان تفرغ فيها كل طاقتها السلبية أنا هسيبها. أنا ما عنديش طاقة سلبية الحمد لله. والله؟ باجي أكتذبها من الناس اللي معايا وبعدين أفرغها. طيب ماشي، فرغيها دلوقتي. لا ما عنديش، خلاص الحمد لله بحوشها لسه عمري، ما دام قاعدة مكملة معاك فأنا بحوش الطاقة. معلش معلش، كل ده بثوابه على فكرة. معلش الحمد لله، أنا ليا الجنة.
ان شاء الله ان شاء الله لينا كلنا يا رب. الفقره دي زي ما كنا بنتكلم في دراسه امريكيه تحديدا خرجت من جامعه فلوريدا، واعتقد ان كل القائمين عليها سيدات من الجنس اللطيف، لان الدراسه بتقول ايه؟ على فكره الدراسه ما قالتش كده، هي الدراسه يعني بلاش انا قلت واعتقد، هو مجرد تمام. اعتقاد ماشي، رايك الشخصي ملناش دعوه بيه. بتقول انه غسيل المواعين بيزيد التركيز، بيفرغ الطاقه السلبيه، وكلام كتير حلو. اقول لك انا بقى الكلام الحلو بيقولوا ايه يا جماعه، انه الاحساس عامه بتاع ان انت بتغسل المواعين ده بيخرج كل الطاقه السلبيه من جواك. مش بس كده، قالت انها بتساعد على تحسين المهارات الابداعيه، بتخليك مبدع تمام، كمان القدرة على الابتكار لأنك بتكون مركز جدا وبتستفيد من التركيز ده، خصوصا لو أنت مش بتفكر في حاجة بتشغلك، فده بيخليك أن أنت شخص بتركز وبتبدع. عشان كده يا جماعة ده فسر تقريبا أنه أغلب الستات مبدعة، وأكتر الستات بتركز أكتر من الرجالة، وأغلبنا برضو بلا طاقة سلبية. وبينوروا بالليل إيه يا نورة، إيه نورة، ليه كل ده؟ على فكرة على فكرة بالمناسبة احنا ممكن نستفيد من الدراسة دي ان احنا ما نجيبش غسالة اطباق في جهاز الشباب، دي هتوفر. ايه ده، دي اللي بتجيب المطبخ العروسة؟ يعني انتوا اللي هتوفروا؟ احنا اللي هنوفر، شفت؟ لا في بس وعلى فكرة معلومة يعني، الموضوع غسالة الاطباق دي ان انت المفروض برضو بتغسلها بعدها برضو قبل ما تحطها، لازم ما يبقاش فيها اي شوائب او اي حاجه، فكده كده بنقف على الحوض وكده كده بنغسل المواعين. طب الحاجات البسيطه دي بتعلي برضو التركيز، والحاجات دي قبل ما احطها في غساله الاطباق، ولا لازم اخد لي طبقين كده ارفع بيهم روحي المعنويه؟ انا نفسي اجرب. اقول لك على حاجه، والله يا جماعه انا بتكلم بجد، انا يعني كنت بكره عامه اي حاجه ان هي تتعمل في البيت بقى، ولا غسيل مواعين ولا ترويق بيت ولا اكل ولا الحاجات اللطيفه دي كلها. بعد كده بقى ما ابتديت ان انا اجرب احساس غسيل المواعين، والله بتبسط. عايز اقول لك ما بعرفش انام لو في حاجه متساوى في الحوض، وده مش موضوع يعني، في ناس بيقول لك ايه انه الست بتحب انه كل حاجه تبقى تمام وكل حاجه تبقى في مكانها وكل حاجه تبقى نظيفه عشان تعرف ان اتنين. لا، هو الموضوع بتحس كده ان انت مرتاح في حاجه بعد ما كان عليها حاجه انت نظفتها وخليتها بتلمع. خلصتي الحاجه اللي عليكي بالظبط. والله شوفي احنا هنسيب لكم غسيل المواعين ده علشان نفسيتكم وعلشان تفضلوا مرتاحين. لا هو انتوا بعيدوا عننا بس كفايه نفسيتنا. ما انا بقول لك يعني ما فيش منع كده الواحد ايه يزود ابداعه وتركيزه ويفرغ الطاقه السلبيه في كوبايتين معلقه. وخدي بالك الرجاله غسيل المواعين خطر، ليه؟ لان احنا نبهدل الدنيا في الحوض والمطبخ كده كله بيبقى غرقان ميه. فنصيحتي احتفظوا انتوا بالابداع ده. لا احنا بنغرق ميه برضو عادي، برضو عادي. طيب نرجع تاني بقى لموضوع الدراسة. عايز اقول لكم ان الدراسة حددت كمان حاجات، قالت ايه بقى؟ انه اللي بيركز في ريحة الصابون، يعني مش اي صابون، ريحه الصابون اللي بيغسل بيه المواعين، وكمان درجه حراره الميه، كل ما انا ركزت في الحاجات دي وبقت على مزاجي او انا مبسوطه وانا بغسل المواعين، كل ده ما بيخلي نفسيتي احسن وبيخلي كمان القدره على الابداع بتزيد. قالوا ايه بقى؟ انه بنسبه 25% دول بيبقوا مبدعين اكتر او بيتخلصوا من الطاقه السلبيه اكتر من الناس اللي بتعمل الموضوع ده، وهي عشان بس واجب بيتعمل. يعني لازم نحب المواعين. ان انا بفرغ طاقتك السلبيه، كنت مفرغاها امبارح في الاطباق في بالزبط البيت. بالظبط بالظبط. جايه جاهزه. طب والصبح كده كوبايه قبل ما انزل ولا حاجه عشان انزل فريش، بيبقى الموضوع. طب ناخد راي داليا. يلا يا داليا، مساء الخير داليا. ما استحملتكش. ليه يا نوره كده؟ ليه سيبني انا اخد التليفون يا خالد؟ والله سيبك تاخد التليفون. يلا نفقد المشاهدين. خلي التليفونات كلها ليا، هم الطاقه النفسيه وانا التليفونات. طب والله جربت قبل كده تغسل لك طبق ولا حاجه؟ جربت طبعا، بس بتحس انا بستمتع بالنشير. انت قلت الغسيل. انت قلت نشير الهدوم. أنا ليه دي بقى؟ بكرهها جدا. لان الزاويه اللي بتحط بيها المشبك بعد كده لما تقعي في مشكله، مثلا ان عدد المشابك يتقلص بعد ما توقعي. يتقلص طبعا طبعا، ده الموضوع كبير. انت بتقف تكلم المشابك احيانا؟ مشكله. يتقلص. داليا رجعت تاني. يا داليا. يا عمرو ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا نوره؟ ازيك يا داليا، عامله ايه؟ كنت فاكره انقذيني من عمرو والنبي. يا داليا قبل ما تنقذيها مني، بامانه كده شايفه ان الراجل اللي بيسيب تفريغ الطاقه السلبيه والقدره على التركيز والابداع لما يسيبهم لزوجته، مش ده الراجل ده بيضغط على نفسه؟ لا، هو ده اي كلام بالظبط كده. يعني انا كنت اقول لك انسي السؤال اللي ساله عمر خالص. قولي لي انت تجربتك يا داليا، ما بتحب الاول بتحبي غسيل المواعين ولا لا؟ يعني شويه. هو مش مهمتي في البيت، لكن انا بحب اعمله، لان هو فعلا يعني حاجه كده بتبعد، يعني بتبقي ضامنه ان انت تبعدي بقى عن تليفون، تلفزيون، اي حاجه تماما في العالم،
وبتفصل انت والطبق اللي في ايدك. مش مهمتك طبعا، مش متجوزه بعد كده هتبقى مهمتك غصب واقتدار. بس يعني هي مهمه لطيفه عامه. يعني انا بالنسبه لي غسيل المواعين الطف جدا من ان انت تغسلي هدوم مثلا ولا تنشريها ولا ليه الحاجات ليه دي. وانت بتلفي مع الغساله، ما الغساله بتلف وحدها وبتطلعيهم. علشان بتتعمل على كذا مرحله، الاول بتحط الغسيل وتحط المسحوق وتشغل الغساله وتستنى لما تخلص تطلع الغسيل وتوديه عشان يتنشر ومشابك ولم وقبه الغسالة والبلكونة، دي مسافة كبيرة. ما علينا ما علينا. طيب يا داليا هو مش حاسس بينا يا نورة خالص خالص على فكرة. هو بس بينظر. لا لا انا هقول لك على حاجة على فكرة، اصلا شوية كده سنتين اصلا هيطلعوا لكم نشارة بالكهرباء زي الغسالة فتغسل وتنشر لوحدها، يعني الموضوع هيبقى سهل. انا يعني والله لو رجعتوا 30 سنة بس للستات، شوفوا الستات، شوفوا محمود عبد العزيز في الفيلم شقة من حق الزوجة كان قاعد يا عيني وقدامه عمال يغسل ويشيل من الغسالة. طب ما ترجع انت عمرو وتسيبنا هنا في انبوكس. اوكي ارجع انت 30 سنه انا موافقه. اوكي انا بقالي يومين كمان واخلص قلت الزمن وهرجع بيه. الحمد لله الحمد لله. طب داليا قولي لي، لما جربتي بقى فكره ان انت، انا عارفه ان انت ممكن ما تبقيش حباها قوي دلوقتي، بس بتحسي فعلا باحساس اللي هو اول لما تخلصي انه كان في حاجه كده وارتحتي منها، او تخلصتي من طاقه سلبيه، او ما فيش حاجه كانت شغلاكي قوي وانت بتغسلي الاطباق؟ هو ده حقيقي. هو انت بتحسي كده ان انت يعني فصلتي تماما، يعني تحسي ان انت دخلتي عالم تاني ما فيهوش بقى كل الوش اللي كان في دماغك قبلها، وبس يعني انت ما بتفكريش في حاجه تقريبا غير انك تخلصي اللي في ايدك وخلاص. يعني بتبقى مهمه كده تحسي ان انت بتفصلي يعني بس شويه، فبتفرق ان انت بتحسي ان انت مرتاحه اكتر شويه، او يعني مش مشغوله بحاجه. والمية طبعا في حد ذاتها حاجة لطيفة، بس مش لطيفة قوي في الشتاء، بس لطيفة يعني. شكرا ليك يا داليا، نورتينا. نورة سؤال لك انت، اتفضل. هل ليكوا تكنيك معين في غسل المواعين؟ يعني مثلا بتلفي غسيل الطبق مع اتجاه عقارب الساعة ولا عكس اتجاه عقارب الساعة؟ في حاجة تبقى شغالة في مش عارف ايه يعني كده؟ تفتكر هقعد اركز في عقارب الساعة وانا بغسل المواعين؟ يعني اكيد لا. هو انا بس اقصى تركيز بالنسبة لي ان انا اغسل الاطباق بالسفنجة بتاعت الاطباق والكوبايات، بس دي ده اقصى تركيز بالنسبة لي ممكن اعمله. السفنجة دي انا مرة بوظت حاجة اللي هي في حاجات معينة بيبقى ليها الجرانيت والسيراميك. أيوة الحاجات دي كلها ما ينفعش ان احنا نغسلها حاجه خشنه، كانت مشكله كبيره، ولا ينفع ان احنا نستخدمهم بمعالق برضو والمعدن. شفت نتعلم بقى نقطه، انا بوظت الدنيا. اتعلم امتى؟ لا والله انا فعلا بحس باحساس اللي هو انا مش مركزه في اي حاجه غير الحاجات اللي قدامي، الاطباق بقى هغسل ايه قبل ايه، هرص فين بعد ايه. يعني دي بتبقى مرحله لطيفه جدا. وفعلا احساس المايه، والله احساس المايه في الصيف فعلا حلو، في الشتاء مكدر جدا بس في الصيف حلو. انت عارفه كمان هو اصلا في العلوم النفس والكلام ده كله بيقول لك انه لما تيجي تحط لنفسك 1-2-3 هتعمليهم اهداف المفروض تحققيهم في اليوم، اهداف قصيره المدى اللي في اليوم، يعني لما بتحسي انك انجزتي بيديكي احساس بالراحه النفسيه. صح. فده منطقي جدا انك لما تنجزي حاجه حتى ولو بسيطه، غسيل مواعين، هنشر، هعمل مش عارف ايه، لما تخلصي كل الحاجات دي تبقى 5-6-7 حاجات بتحسي انك ايه الانجاز ده، هو احساس نفسي مريح. بص هقول لك كمان على فوائد لغسيل المواعين، بس قولي. ناخد تليفون من ماشي. رامي. الو رامي راح مننا. طيب هقول لك برضو غسيل المواعين والفوائد بتاعته بس بعد الفاصل، خليكم كملين معانا في انبوكس. جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إنبوكس. لسه مكملين في فقرتنا دي، كلامنا عن دراسة أمريكية بتقول إنه غسيل المواعين بيحسن الحالة المزاجية والحالة النفسية. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا معاكم عن فكرة التخلص من الطاقة السلبية، مش بس كده كمان بتزود القدرة على الإبداع وكمان بتخليك تركز أكتر في التفاصيل. وقلت لك لسه هقول لك فوائد كمان. لا ما تقوليش فوائد كمان، احنا ناخد الفوائد دي من رامي. طب رامي طبعا فصل معانا قبل الفصل لكن رجع لنا تاني. رامي مع حضرتك، ازيك الاول؟ كله تمام. انت اتصلت في الفقره دي وانت بكامل قواك العقليه؟ طبعا. طيب قول لي بقى تجربه المواعين معاك شايفها ايه؟ لا التجربه جميله بصراحه، بيبقى فيها ابداع كده وبيبقى فيها انجاز. شهاده شاهد من اهلها بالظبط. انت متجوز؟
لا انا شاب لسه. وبيقولها ابداع يعني مش خايف من حد. اها يعني بكامل ارادته. قول لنا قول لنا يا رامي، لما يعني جربت فكره غسيل المواعين بدون ما تكون مجبر على اي حاجه، حسيت فعلا ان هي بتخلصك من الطاقه السلبيه؟ حسيت ان انت بتبقى مبسوط بعدها؟ يعني ابتديت تدرك او تربط ده بالمواعين ولا لا؟ احيانا، لان حضرتك بقى عارف كورونا وكده، فاحنا كشباب ما فيش اي حاجه نعملها غير ان احنا بندور على الحاجات اللي احنا نضيع تشغلكوا. تشغلنا. بيبقى طاقة كده لازم نطلعها بقى بالتفكير، بقى احساس المايه بيبقى حلو. وكان يعني الحر برضو بيخلي الواحد يعمل حاجه معينه فبيطلعها بقى في غسيل المواعين، في غسيل مثلا الهدوم. حلو والله، برافو عليك. طبعا بتحسن الحاله المزاجيه احنا كلينا كشباب. حلو، برافو عليك. نفس الوقت نعتبره انجاز، يعني لما يبقى تاسك عندك قبل النوم فانت حابه تنجزيه عشان تخشي تنامي. صح. طب وبعد جدا. ما تتجوز يا رامي هيبقى ده نفس رايك؟ شفتي الآية دي؟ اضحك اضحك. طبعا لازم، يعني لازم يبقى فيه كده جوانب بقى. طبعا طبعا رامي، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. بص يا نوره، في 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 عجاله كده، اي ست مخلفه اولاد بس بتربيهم على انهم يشتغلوا في البيت، في الصعيد بقى، في اي مكان، مش مهم. وهو المفروض على فكره انه ده الصح، والمفروض برضو انه حتى لو في اولاد او بنات الكل يتشارك. فكره المشاركه هي مش مقتصره على نوع معين، انه البنت فالمفروض هي اللي تبقى بتعمل كل حاجه في البيت والولد قاعد في عامل فيها السيد. لا عادي، شرف في حاجه يقوم يشيلها، شرف كلف طبق يقوم يغسله، عادي جدا الموضوع، ما فيهوش اي حاجه عيب. عايزه اكمل لك بقى بسرعه كده. ماشي. فوائد تانية لغسيل المواعين، قالوا كمان انه غسيل المواعين بالتركيز زي ما قلنا لكم بيحسن الصحة النفسية، وكمان بيحسسك بالانجاز، فكرة ان انت كان وراك هدف او حاجة معينة المفروض ان انت تنجزها في اليوم وعملتها، فبتنام كده ايه وانت مستريح. في حاجات تاني بتمرنك على اليقظة والوعي طول الوقت، وانك تخلص بدقة وبسرعة. طبعا لو وقع منك طبق انت عارف ايه اللي هيحصل فيك، فمنطقي انك لازم تكون مركز. بتطرد الافكار السلبية وبتنشط الحواس والوعي باللي حواليك، بتقلل كمان فرص الاكتئاب وبتحسن من جودة النوم. عشان كده لسه كنت بقول لكم ايه من شوية، ان انت لما بتيجي تنام بتنام وانت مرتاح، احساس ان انت كان وراك حاجة وخلصت منها او خلصتها وعملتها كمان بشكل كويس. يمكن نفس الاحساس ده بيتكرر لو حد مثلا وراه مذاكرة معينة فبيعملها قبل ما ينام فتحسه بينام مرتاح. بريك حلو كمان وسط المذاكرة. ايه؟ وسط المذاكرة ده بريك حلو جدا. لا بس الاحساس الاحلى بعد ما تخلص مذاكرة خالص، ان انت مثلا الستات بتحس الاحساس ده لو عندها عزومة تاني يوم وعملت الاكل من قبلها بيوم، ده احساس بقى منجز جدا دلوقتي. فكل ما كان وراك هدف ان انت المفروض بتحققه في يومك، احساس ان انت بقى بتخلصه ده بيكون الاحساس المريح اللي يمكن يديك شعور كده ان انت فاضي او رايق او مفيش وراك اي حاجة. تمام، جميل، واضح ان احنا كرجاله فايتنا حاجات كتير. وطبعا عرفنا طبعا ان الستات في البيت الموضوع فيه ابداع وفيه تركيز، يعني الموضوع مش زي ما هم كانوا بيقولوا. تمام، كويس، حاجه جميله جدا. احنا دلوقتي خلصنا فقرتنا يا نوره، هنخرج لفاصل كده صغنن ونرجع لانتي هلطانه، انتي اللي تهنتي. ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم في انبوكس، خليكم معانا. نوم كويس بلس الإرادة. يعني زي ما شفنا كده في الفيديو اللي معانا، اللهجة والطريقة اللي بتتكلم بيها كل المصريين تقريبا حبوها في الأول بسبب الفيديوهات اللي هي بتعملها، والعربي المكسر انتي هلطانة وانا هلطانة، فاتعلقنا جدا بيها. ولكن بعد كده ما ابتدينا نركز في محتوى الفيديوهات لقينا فعلا ان هي بتقدم نصايح وحاجات مفيدة، بغض النظر ان هي بتفكرنا بالمأساة اللي احنا عملناها في فترة الحظر، ولكن هي بتقدم حقيقي معلومات مهمة جدا لكل الناس اللي حابة انها تحافظ على جسمها واللياقة، وخصوصا وهم قاعدين في البيت، مفيش جيم، مفيش نادي، مفيش اي تحركات بتحصل. عشان كده منورانا النهارده في الاستوديو انيا ميدفالي، مدربه لياقه ولايف كوتش، وهي طبعا روسيه ولكن مقيمه في مصر. ازيكي انيا؟ اهلا وسهلا. ايه العربي الحلو ده؟ نورت استوديو. انت اللي منورانا. انا مبسوطه قوي انا معاكم بصراحه. احنا كمان مبسوطين بيكي اكتر. شكرا. مش عارف ليه احنا حبيناكي زي ما كل الشعب المصري حبك وحب الطريقه بتاعتك واللي بتتكلمي بيها. عايزين نعرف الاول، انت بقالك
كام سنة في مصر وجيتي ازاي ومستقرة ازاي؟ من زمان، من زمان، من 9 سنين تقريبا، 8 سنين، 9 سنين، وقبل كده أنا كنت في الإمارات 9 سنين، والحمد لله ومبسوطة في مصر. والعربي اتعلمتيه فين؟ كان صعب قوي طبعا في الأول، صعب أكيد في الأول، بس كان في الأول كان إشارات وكده يعني. أيوة. يعني أنا آسفة لمؤاخذة، كان كله كلام كده، كان لمؤاخذة في الكلمة. حلو حلو، احنا بنحب اللهجه دي. لا بس بعد كده، بعد كده خلاص يعني. ولغه مصريه سهله على فكره، سهله، سهله جدا. ما فيش فيها جرامر. اهم حاجه ما فيش فيها مذاكره جرامر. ايوه، وانت كمان هو في جرامر، بس ده لو هتتكلمي لغه عربيه فصحى، ولكن العامي انت بتفهميه كده بالظبط. بتفهمي وانت شاطره يعني بالزبط. انت شاطره والعربي بس ما بعرفش اكتب ولا اقرا كتابه يعني، ولا تقري ولا تكتبي بالظبط. انا اسمي انيا، ما بعرفش اكتب اسمي اي ان ان اي، ما بعرفش انا هعلمهولك بعد الحلقه. بس بتكلم بس، والحمد لله الناس فهموني. حلو قوي. طيب نبدا بقى من اليوجا والرياضه بشكل عام، ده كان تخصصك، بداتي فيه امتى؟ احكي لنا اكتر. انا اصلا اتحركت من جامعه سينما وتلفزيون في سان بيترسبورغ في روسيا يعني. انا مهندسه تصوير وبحب الكمبيوتر و جرافيك ديزاين وفوتوشوب، ودي مجال بتاعتي. المجال الثاني وهو انا لقيت نفسي فيها هي دي رياضه من زمان. اول شهاده لسه حطها، اول سيرتيفيكت حطها من زمان جدا في تقريبا 97 يعني، لسه كنت وحبيتها، حبيت رياضه. وحط شهادات كتير، عندي يوجا، عندي تير اكس، عندي ايروبكس. حلو. بحب الجيم عموما، بحب الرياضه. بتحبي ازاي؟ ده انا بمشي خطوتين بنهج. بحب الرياضه، بحب بتنهج يعني بتتعب بدري. لا وبشجع الناس يعني، انا عجبني عشان لو بشوف الناس بتجيبوا نتيجه حلوه، واحده حست مثلا 10 كده، واحده 15، واحد عمل عضلات يعني، بتغير شيب جسمه، دي النتيجه بتغير نفسيتك. صح ولا مش؟ بتحسي بالانجاز. بالظبط. لو قدامك تارجت وانت نجحتي في التارجت دي، هقول لك الناس بتقول طب انا مش قادره. لا، انت قادره لو انت تقولي لنفسك انت قادره. صح. ناس خايفين من تعملوا اول خطوه بس. بس لو انت عملت خطوه وخطوه تانية بعديها، خلاص انت عرفتي عملتي اول خطوه، هتقدري تكملي ونجحتي مره، هتعرفي تنجحي مره تانية، وقدامك في التارجت. هي دي نجاح، هي دي نفسيه. نفسيه بيفرق جدا اكيد. طب احنا كرجاله في مصر احنا انبسطنا من الفيديو بتاعك جدا. ليه؟ احنا الستات كانوا بيضحكوا علينا، يقولنا لازم الست تتخن بعد الجواز، بعد ما تخلف، كان لازم. على فكره، على فكره، السبب من اسباب ست بتتخن انتم رجاله. صح. احنا طبعا والله ما حصل. خش عليك. ليه مش عامله اكل؟ ليه مش عامله مطبخ؟ وحضرتك بتحليها توف في المطبخ قد ايه وقت؟ طيب حضرتك انا اكل من المطبخ هي تتخن؟ طب مالي؟ طب مش ممكن حضرتك، حرام عليها، مش ممكن حضرتك تشجعها على رياضه يعني؟ المفروض انت لاحظتي يا انيا انه الرجاله هنا في مصر اغلبهم بكرش. لا ما في، لا كرش ايه، كرش ايه. لا لا الحمد لله يعني، مش درجه كده. لا مش كله، بس النسبه كبيره من رجاله بتحبوا رياضه وبتروحوا الجيم، وخلي بالهم من نفسهم، من شكلهم، من جسمهم، بالصحه. بس المفروض لازم تشجعوا لستاتهم برضو لرياضة. تشجع لمراتك لنفسيه، عليها تنزل على جيم، على انا مش بتكلم يعني على الرجاله طلعت هلطانه برضو. طبعا دي غلط شويه، دي غلط شويه النسبه. انا مش بقول عليها تلبس مثلا بنطلون ضيق وتنزل على الجيم في الفوست الرجاله. لا طبعا طبعا، في رجاله بتهيروا على، بتهيروا جدا. أيوة على مراتك. انت عارفه الواقع بتاعنا كمان. ايوه بس حضرتك في جيمات ليديز، في قسم ليديز، في كلاسات مفعوله لحريم. بس المطلوبه منك شجعها تعمل اول خطوه لرياضه. صح. وفي الاخر انت الكسبان طبعا. لو هتلاقيها جسمها حلوه ونفسيتها حلوه وعارفه تلبس وعارفه وهي مبسوطه، في الاخر مين كسبان؟ انت الكسبان. صح. وهيبطل يبص بره بالظبط. مثلا يعني مش مقياس يعني، بتكلم على دي يعني العموم النفسيه. انت واثق في نفسك لو انت بتلعب رياضه. صح ولا مش؟ صحيح صحيح. لو جسمك جميل وعارفه تلبسي لبس انت عايزه، انت بيفرق في النفسيه بالظبط. ولو انت بس بتتحني شويه شويتين، مش عارفه تفيلي الجينز، مش عارفه تلبسي. صح. عندنا الست لما بتتضايق وتزعل تاكل. ايوه. طب الهام ده من مشاكل
يعني مشاكل كتير، الهم كتير، يعني ده ممكن ترمي على رياضة، مش لازم ترمي على أكل. ليه؟ قولي لها إيه يا بابا أنت الستات يعني كستات إيه؟ ما أنت بتمثلي الست المصرية دلوقتي. طب هقول لك على حاجة، حصلت عندك مشكلة بعد شهر، يعني مشاكل ورا بعض، وأنت زهقانة وزعلانة ومتضايقة، بتروحي بتاكلي، حليتي مشكلة؟ لا. أنت عملتي مشكلة تاني، أنت زودتي مشكلة تاني، طحنتي، كده عندك مشاكل كان، وكمان بوظتي جسمك ونفسيتك، وهتتضايقي، هتاكلي اكتر، هتتحني اكتر، هتتضايقي، هتاكلي اكتر، وهتلفي كده، مش هتقدري تطلعي من انيا. جربتي اكلنا يعني؟ جربتي المحشي؟ طبعا دي محشي. المحشي جربتي الحاجات دي كلها؟ طبعا. عارفه فيها كام كالوري؟ بشاميل وملوحيه يعني وبامي بلحمه مفرومه. ازاي؟ طب احنا بقى ازاي ناكل الاكل دوما؟ طب انت ممكن تاكلي كل حاجه نفسك فيها، بس كميات صغيره، يعني بطنك قد بطنك، يعني قد كوبايه. احنا قد بطنك كده. لا بس انت لو بتاكلي كتير بتوسعي بطنك، يعني بتوسعي، دايما احساس جعانه. ولازم حطي قدامك وجبه انت كلتيها خلاص كده. مش لازم تاكلي لغايه خلاص، يعني مش قادره تاخدي النفس. ليه؟ قدامك وجبه انت كلتيها خلاص، شربتي كوبايه خلاص. وتختاري حاجات مفيده، حاجات طبيعيه. صح. اي حاجه جايه من ربنا التبعيه هي دي مفيده، يعني فواكه، خضار، حاجات طبيعيه، سمك، فراخ، اللحمه، حاجه جايه تبعيه، اي حاجه بني ادم عملت هي دي مضره، اي حاجه في السوبر ماركت مضره، في الفريزر، في السوبر ماركت، هو ده كله مضره. ليه؟ معمول بالبني ادم. تاكلوا حاجات جايه من ربنا. خلينا برضو ايه، ما نبقاش بنقول بس للستات هم اللي بيتخنوا، ولكن لينا كلنا. يمكن احنا الفتره اللي فاتت كان في الحظر والكورونا وكله قاعد في البيت، ولسه فيها وما زلنا موجودين طبعا، بس الدنيا هتبتدي ان شاء الله تفتح واحده واحده، بس قاعدين في البيت ما نعملش اي حاجه غير اننا ناكل ونتفرج على التلفزيون وننام ونعمل كل حاجه في البيت. ازاي بقى يا انيا؟ للاسف. للاسف طبعا. ازاي بقى في الوقت ده، او من خلال الفيديوز اللي انت كنت بتعمليها، بتدي نصايح الناس ممكن تعمل ايه في البيت وهم قاعدين يتحركوا او يخسوا او ينشطوا جسمهم؟ اول حاجه تقفلوا الثلاجه على مفتاح، اول حاجه، وتفتحوها في وقت معين، الصبح والظهر وبالليل. الحمس دي احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ رايحين جايين على مطبخ. صح. 150 مره في يوم حضرتك رايحه جايه على مطبخ، وكل شويه بتفتحي الثلاجه، هاكل ايه، هشرب ايه. لا، في حاجات كتير، في حاجات كتير ممكن تشغل نفسك فيها. صح. دي في ستات بتاكل اي حاجه على ما تفكر تاكل. كمان إيه؟ الستات ما تفكر في الاكل شويه على ما تفكر تاكل. لا، وراجلك إيه؟ كمان. ورجاله. حضرتك انت مش نسبه كبيره. طب حضرتك انت قعدت قدام التلفزيون وبتشوف برنامج، بتشوف المسلسل مثلا انت حبيته، طب قوم تفرش مثلا الحاجه على الارض وتشتغل فيتنس، تعمل اكسرسايز وانت بتتفرج على برنامج. صح ولا مش صح؟ صحيح. دي مع بعض احنا بنضيع وقت على فاضي. سوشيال ميديا، نايم حضرتك في الفيسبوك، في الانستغرام، في الواتساب، بدايه وقت كتير. صح. وبتناموا كتير. طب تصحى وبلاش كسل، شد على نفسك شويه. كسل بياكل بني ادم من جوه، مش بتحلي كم الحياه ومش بتحليه وتعيش، بياكله. طب بلاش كسل. انيا احنا شايفين دلوقتي في فيديو ده ليكي، صح؟ ده احنا كنا في المارينا. ده كنت فين؟ ده كنت في المارينا، بس مارينا طبعا مفول، واحنا برضو كنا قاعدين في البيت، الظهر مفول والشورت قفلت كل حاجه، بس كنا بنحاول بنشتغل. كانت معايا بنتي جنات، هي ما شاء الله ربنا يحميها، بتشجعني في كل حاجه والله، بتشجعني في الرياضه، وبتشجعني حتى في شكل اللبس، بتشجعني في كل حاجه. دي نقطه مهمه، مهم ان انا اعرف حد يساعدني على الرياضه، يخليني اعمل رياضه. طبعا طبعا، حلوه جدا لو في حد بتشجعك، حلوه جدا، بس في نفس الوقت مهما انا بتشجعك برضو، لو انت مش عاوز دي من جوه، مش هيحصل، ولا مدرب هتساعدك، ولا دكتور تخسيس هتساعدك، ولا حد هتساعدك. لو من جوه لازم تقول انا قادره وانا عايزه دي. انا عايزه الى برياده، انا عايزه تكون حلبة من صحتي، وصحتك في ايدك. ما انا ممكن ابقى عايزه بس مش قادره. مش قادره. مش قادره لو مش قادره مثلا صحيه وفي بعض في حاجه. لا. دي حاجه كسل غير كسل. ايوه يعني كده انت مش قادره، كده انت مش عايزه، ايه غلطانه. ايوه صح. انا غلطانه ليه؟ غلطانه تاني. قومي وقفي قدام المرايه
ولمؤاخذة شتي من نفسك بأوحش كلام. أنا أشتي من نفسي؟ أيوه. آه وهلطانة برضه. قولي أنت هلطانة؟ كده هتقدري تصلحي غلط، صح ولا مش صح؟ انا ببقى بعيط يا انيا وباكل في ايدي عادي جدا بالظبط. مش قادره. بس اكيد اكيد مش هتجيبي قلب ايس كريم وبتاكلها. بيحصل بيحصل اكيد اكيد بيحصل. بس بعديها هتزعلي اكتر لو انت بيبوظي الجسم، صح ولا مش صح؟ صح يعني صح. بس طيب شدي على نفسك اكتر، قولي انت شاطره، قولي من جوه انت شاطره وانت قادره وانت هتقدري تعملي كل حاجه. وحتى لو بتغسل اي مشكله، يعني مش مشكله، يعني كل واحد بتغسل عنده مشاكل في حياه وهو بيق. مش مشكله واحد بيق وبيزل وبيعيط، دي مش عيب. بس مشكله لو انت مش هتقدر تقف. كل مشكله بتحليك اقوى واقوى، صح؟ لازم تقف وكمل حقيقه. بس اقول لك على حاجه، في مثلا ستات بتشوف ان هي شغلها في البيت ده اوريدي هي بتحرك جسمها او ده رياضه في حد ذاته، لو واحده عندها اولاد بتجري وراهم طول اليوم طبعًا. لو واحده بتنظف، لو واحده واقفه في المطبخ، واحده بتغسل مواعين، فهي اوريدي طول اليوم من اول ما بتصحى لحد ما تنام هي بتتحرك في البيت، فده يعتبر نوع من انواع الرياضه؟ لا رياضة، بس في عضلات معينة في جسم ما بيشتغلوش في دي، يعني في التنظيف والطبيخ بتشتغل ايه؟ ايد وظهرك بتتعب وركبة ورجل من كتر التقوفة انت في مطبخ، صح؟ لا لازم تكون رياضة معينة في الفترة انت فاضية. ليه؟ علشان زي انا قلت في عضلات في جسم ما بيشتغلوش في الحركات في شغل البيت، محتاجه تمرينات معينه مخصوصه. طب لو هي مثلا غلطانه ومش قادره تقول لنفسها، ومش قادره انا قلت غلطانه مش هلطانه بالمناسبه عشان ايه مش سوء تفاهم، وهي مش قادره، ممكن حد يقول لها كل شويه لا اعملي كذا؟ طبعا طبعا طبعا. ولا انت هلطانه؟ طب انيا اخيرا كده، يمكن انت كمان بتدربي يوجا او بتمارسي اليوجا، ويمكن برضو مؤخرا ظهر مصطلح يوجا الضحك لناس كتير هي مش فاهمه هو فعلا لما انا اقعد اضحك بطريقه معينه ده هياثر في نفسيتي ولا لا؟ دي النسبه الصغيره وقت يعني 10 دقايق في الاخر احنا بنعمل مديتيشن وخمس دقايق ولا 10 دقايق يوجا اسمها يوجا الضحك. طب ما تيجي نعملها كده ونختم بيها يوجا الضحك. هي دي اشكال الضحك وانت بتضحكي ما كوتش بتاعتك. هقول لك على حاجه، انت لو هتسمعي حد بتضحك في الفيسبوك ولا انستجرام ولا في التلفزيون بتسمعي، بالذات لو الشكل ضحكه حلوه كده بتشيد، هعمل ايه؟ هتكشر؟ لا اكيد اكيد هتضحك. هي دي بس خمس دقايق 10 دقايق جنب المديتيشن في يوجا. طب يلا ومفيده للنفسيه. طب تعالي نختم بيها، انت هتعمليها وهنعمل وراكي انا وعمر. مش هنكسب؟ لا 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 هي دي بس اشكال الضحك بس كده. ماشي. عامة انيا متفالي مدربة اللياقة ولايف كوتش والماستر بتاع كلمة هلطانة بقى براند في مصر، حبيناكي جدا وحبينا طريقتك، ان شاء الله هيكون لينا لقاءات كمان معاكي كتير عشان نقعد نتكلم بقى براحتنا ونشوف مين اللي هلطان يا نورة ولا ايه؟ انت الهلطان، هتطلع بره. شكرا شكرا ليكي. شكرا ليكي يا نورة. كنت عايزة هقول بس في الفترة دي لو في لغزة، بس كنت عايزة هقول شكرا لكل كوتشس وكل مدربات بتشجعوا الناس دلوقتي في الفترة دي، ناس بجد محتاجين حد هتشجعهم، بجد محتاجين في الوضع دي صعبة، ناس قاعدين في البيت. شكرا لكل الناس بتدوا نصايح، بتدوا نصايح في رياضة واكسرسايز وتمرينات، شكرا لهم كلهم. وشكرا ليك انت كمان يا انيا، يمكن انت برضو بتقدمي نصايح ولكن بطريقة كده لذيذة بتمشي مع خفة دم المصريين، هم بيحبوا الحاجة السهلة البسيطة اللي برضو بتخليهم ان هم لازم تشجعوا بعضه، يعني تشجعوا بعضه، الرجال بتشجع ستاتهم، تشجعوا بعضه، اخت، كل تشجعوا بعضه، عملي جروب مع بعض. نورتينا. ميرسي. شكرا. شكرا يا نورة. شكرا يا عمر. احنا كده خلاص. انا مبسوطة اكون معاك. احنا اسعد جدا والله، مش عايزين نخلص الحلقة بالمناسبة. هنكمل بعد ما نخلص. احنا كده خلصنا حلقتنا. ان شاء الله نشوفكم المرة الجاية ما تكونوش هلطانين. يلا سلام عليكم. يلا يا هلطان.